النائب فرج عامر بيعلن انضمامه لحملة علشان تبنيها لترشيح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية. وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة إن انضمامه لحملة علشان تبنيها بتهدف إلى عرض إنجازات الرئيس على مدار فترته الرئاسية ودعوته إلى الترشح لفترة ثانية. هاتفيا معايا النائب سيادة النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة. مساء الخير يا فندم. دكتورة مساء الخير يا دكتورة. أهلا بحضرتك. تفاصيل أسباب انضمام حضرتك لهذه الحملة علشان نبنيها. هو طبعا بداية انضمامي للحملة هو قناعتي الكاملة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي راجل مصري وطني بيبذل قصارى جهده بيعمل لمصلحة مصر يواجه المشاكل ما بيأجلش المشاكل. أيوة. يبذل مجهود على كافة المحاور. لأول مرة احنا بنعالج مشاكلنا الاقتصادية بجرأة وبشجاعة. يخطط لمصر، يبني مصر، بيعمل مشروعات عملاقة، مشروعات ضخمة لمصر، مهتم بمحدودية الدخل، عمل مساكن، يعمل مساكن كثيرة جدا للناس اللي هي محتاجة واللي دخلها قليل. بيبذل قصارى جهد وتوفير ومحاربة غلاء الأسعار. فالرئيس عبد الفتاح رجع لمصر أبنها، رجع لمصر كيانها، حافظ على مكانتها. فأنا عندي قناعة تامة بكل اللي عمله ومتأكد إن هو هيعمل في المرحلة القادمة أضعاف ما تم عمله. طلب عن الأربع سنين دول كانوا أربع سنين شاقين جدا، إن إحنا من لا دولة إلى دولة. فبالتالي طبعا انا اؤيد اكيد بس الانجازات بانت الايام دي، الانجازات اللي كانت الناس بتسال عليها وبتقول احنا مش شايفينها ظهرت ووضحت. شوفي حضرتك، اهم انجاز ان مصر رجعت لنا من يوم 3، من يوم الثوره اللي قامت واللي كان قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ايوه ده كان اهم انجاز، ان احنا رجعت لنا مصر وحسينا بامننا وحسينا باماننا وحافظنا على ارضنا وعملنا اللي احنا نفسنا فيه. رغم ان كانت دول كثيره جدا مخططه لتقسيم مصر. فاعتقد ان انا يعني مهما احنا شفنا يعني اتكلمنا على العلاج الاقتصادي والحاجات اللي احنا كنا لازم نعملها من سنوات طويله جدا. انا بحمد ربنا وفي انطلاقه كبيره جدا جدا فواجبي عليا ان انا ايد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعو كل المصريين الوطنيين المخلصين ان يأيدوه لتستمر المسيره الناجحه ان شاء الله. طب هل يعني هل في مؤتمر او حاجه لانطلاق هذه الحمله؟ مؤتمر ان شاء الله، واجتماعات ولقاءات ترتيبات منطقيه وواقعيه ومبنيه على عقلانيه وعلى مصلحه البلد ومصلحه المواطنين ومصلحه المصريين في المقام الاول. كل ده خطوات كثيره جدا باذن الله هيتم اتخاذها. طيب. وانا بقول ان لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب هتتبنى هذه الحمله وكل الحملات المؤيده للرئيس عبد الفتاح السيسي عن قناعه. طب احنا عايزين نوسع الحمله دي سياده النائب ان شاء الله، لانه في ناس كتيره عايزه تشارك معاكم. هيحصل ما هو ده الحمد لله من رضا ربنا سبحانه وتعالى. ايوه، ولان زي ما الست قلتي هو الرئيس رجل وطني وراجل مخلص في عمله وانسان دؤوب على مصلحه مصر. فزي ما سيادتك قلتي فيه ملايين وملايين 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 عايزه تنضم لهذه الحمله. اكيد. وانا من خلال برنامج سيادتك بقول ان كل من هينضم للحمله هينضم للحمله، وان شاء الله انا واثق ان الحمله دي الغالبيه العظمى من الشعب المصري هيكونوا هم قادتها وهم ابطالها وهم الداعمين لها باذن الله. اكيد، لانه في النهايه تحيا مصر. طبعا تحيا مصر، تحيا مصر وتحيا مصر. تحياتي لحضرتك، بشكرك سيادة النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة.